الخير لاباس عليكم، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ اليوم ثالث نهار في رمضان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش غندوز النهار ديالي وشنو غادي نوجد فيه. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله نشارك معكم بعض الوصفات واللي غيكونوا هما في طبيعه الفطور ان شاء الله. هنا اول حاجه بغيت نشارك معكم معسلات اللي خديت انا هذا العام، ما وجدتهمش في الدار، غير خديتهم. خديت هنايا كيلو ديال البريوات ديال اللوز، كيلو ديال الشباكيه، مع كيلو كيلو بشنيخة. انا هنايا خديت غير كميه تكفيني في الاول. ودابا غادي نوجد معكم بريوات ديال الدجاج. انا هنايا خديت 2 كيلو ديال الصدر ديال الدجاج وقطعته على هذا الشكل هذا. واحد المقيله غادي ندير زويته بلديه، وغادي نضيف داك الدجاج اللي انا كنت مقطعه ونخليه كيتقلى مزيان، ومن بعد غنضيف العطريه. بالنسبه للعطريه هنايا غادي نضيف شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال سكينجبير، ابزار مليحه، وشويه ديال الخرقوم. ومن بعد غنخليها كيتقلى مزيان داك الماء ديالو، وغادي نخلي وغادي نحيدو، غنصفيه ونخليه على جنب. كما كتشوفوا هنايا تقلى مزيان، ودابا غادي نصفيه. من بعد ما درت الدجاج يتصفى، غادي ندير في واحد المقيله شويه ديال البلديه مع ثلاثه البصلات مشلضين، ونضيف عليهم شويه ديال الملحه وشويه الابزار، ونخليهم حتى كيتشحروا مزيان. من بعد هنايا غادي نضيف الفلفله ملونه. انا هنايا درت فلفله حمراء وفلفله صفراء، غادي نخلطهم مزيان ونخليهم حتى كيتشحروا. بالنسبه للعطريه اللي درت على هذه الحشوه هذه، درت شويه الملحه، ابزار، سكينجبير، شويه فلفله حمراء. هذه الحشوه ديالي اللي كتقلى، انا هنايا غادي ندير واحد الكاسرونه فيها ماء غليان، وغنضيف عليها الشامبينيون. من بعد داك الصدر الدجاج من تصفى مزيان، غادي نمشي نطحنو في الهشوار حتى كيولي على هذا الشكل هذا. حتى الشامبينيون دابا صفيتو، وغادي نقطعو قطع صغيره. دابا نرجع للحشوه اللي كتقلى، وغنضيف عليها داك الصدر الدجاج اللي انا طحنتو. ودابا غنضيف هذاك الشامبينيون اللي انا مقطع على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف شويه ديال الربيع وشويه ديال صوص سوجا. الحاجه الاخيره اللي غادي نضيف على هذه الحشوه هذه، وهي شويه زيت مقطع وفيرميسيل. انا هنايا كنضيف عليها شويه ديال الفرماج. بالنسبه للفرماج كيبقى اختياري، تقدروا تضيفوه وتقدروا بلاش. صافي، من بعد ما كنخلي داك القوام كامل كيقطر مزيان، غادي نبدا نعمر. غادي ناخذ الورقه، انا هنايا خديت من الحجم الكبير ونقسمها على ثلاثة.
كيف ما كتشوفوا في الفيديو شاركت معكم الطريقة كيفاش كنلوي البريوات، ودابا غنشارك معكم الطريقة كيفاش كنحتفظ بهم في الكونجيلاتور. الطريقة الاحتفاظ بهم انا هنا درتهم في هاد لي بلاستيك هادو اللي كنت خديتهم ايكيا، كنت ديجا هضرت عليهم في الفيديو اللي كان سبق، انا كيجيوني عمليين. ودابا غنشارك معكم لافاس اللي غادي نعمر بها البطبوط اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل. في واحد المقيله غناخذ بصله غادي نشحرها مزيان، بعد غنضيف عليها شويه الملح ابزار تتقلى مزيان، وغنضيف عليها الكبده وغادي نخلطها مزيان حتى كتقلى. بالنسبه للعطريه غادي نضيف شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال الربيع، شويه ديال الليمون حامض والزيتون مقطعين قطع صغار. صافي لقيتو لاصوب ديالي طابت غادي نطحنها. انا هنايا لاصوب ديال اليوم درت فيها غير خطيره مع الدجاج. ودابا غندوزو نعمرو البطبوط بالحشوة اللي انا كنت موجدها قبل، وغنضيف عليه شوية ديال الفروماج. كانت هذه نهاية الفيديو، كنتمنى انها تعجبكم وتجيكم خفيفة وظريفة. ما تنسونيش بلي لايك ولي كومنتير، وكنقول لكم صحة فطوركم.